صباحكم بالخير. اليوم الأربعاء 11 حزيران يونيو، الأجواء جيدة للأبراج المائية لأنه القمر موجود ببرج العقرب. مواليد برج العقرب، السرطان والحوت، حضروا حالكم لنهار إيجابي. كيف رح بتكون أبراجنا اليوم؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لألك اليوم مولود برج الحمل، هنالك تقدم، مش بس هيك، هنالك وعد بتغيير إيجابي لصالحك بعد ما تغيب الشمس، لكن ضلك حذر بعد عن المشاكل كليا. 1-7 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور هيدا نهار بتلاحظ فيه انه عندك مواعيد كتيره، او بتلاحظ انه اليوم في شخص فعلا معاكسك ومنه راضي عليك، وهالشي بنرفزك. لكن من ناحيه اخرى نهار ممتاز لكل انواع الاجتماعات المواعيد، شرط انك انت تطول بالك. والاكثر حظا اليوم هو مولود 3-4-5 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء، حاول ما تأجل شيء مهم، إن كان زيارة أو موعد أو يمكن تفاهم على مسألة معينة للمساء أو لليومين المقبلين. الجو من هلأ لستة ونص لا بأس به، بيساعدك، بيخليك نوعا ما تركز بشكل جيد وبناء، وبالتالي هذا هو الوقت الأفضل لك. والأوفر حظا هو 1-4 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان، بعد الحظوظ وبعد الفرص سانحة وجيدة وميسرة بالنسبة لك، إن كان مصالحة مع أهلك مع أحبائك، أو حابب تفتح موضوع يمكن صعب عليك، استغل هيدا النهار لحتى فعلا تقدر تصيب الهدف. وبعتبر الأكثر حظا 14-15-16 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد اليوم عشية بعد مغيب الشمس، وبكرة وبعد بكرة الأجواء بتصير فعلا مشرقة جدا، ونجمك بيقوى بشكل لافت من هلأ لوقتها. في بعض التقلبات المزاجية، فما تخلي هالشي يأثر على تقدمك أو فعلا يحط لك حجر عثرة بدرب نجاحك. بيبقى المولود الأوفر حظا 8-9 أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء، حاول تستفهم عن يلي بدك تستفهم عنه، كل شيء والشمس طالعة. الأجواء حلوة بتسمح لمولود برج العذراء يحط أسئلة ذكية أو يكون عنده إجابات ذكية جدا ولافتة للأنظار. أجواء حلوة بتساعد مولود برج العذراء على كل أنواع المسؤوليات والتحركات والمشاريع، خاصة إذا في شيء له علاقة بمفاوضات وبأبحاث. والأكثر حظا 5-6 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان، نهارك اليوم حلو، نهارك يمكن يسمح لك انك تقعد بينك وبين حالك لكن بطريقة كثير إيجابية، وتعمل حساباتك خاصة حساباتك المالية. وعلى الأرجح تفرح بخبر جاي من بعيد أو من جهة منك متوقعة. بيبقى ضلك حذر مولود 4-5-6 أكتوبر تشرين الأول، بعد عن المجازفة كليا. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب، ما في خوف عليك بما أنه أنت حسمت الأمور، وفعلا صرت الأمور صارت عندك واضحة وعارف حالك بأي اتجاه بدك تروح. الجو جيد جدا لبدء أي شيء جديد، حتى لإنهاء أي مسألة ولبدء أي شيء جديد، فما تخاف قوي قلبك. 14-15-16 نوفمبر أنت الأكثر حظا. منكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس، الجو عندك اليوم بعتبره فعلا قليل الطاقة، قليل الحظ، مع احتمال انه المعنويات ما تكون كتير مرتفعة. من المستحسن انه ما تباشر بأي مشروع لانه حظوظ الانطلاق كتير ضئيلة. بعد 6:30 المساء بتوقيت بيروت، مع وصول قمر لبرجك تتغير هالأمور وبصير في عندك حظ أكثر وأوفر. بيبقى المولود الأكثر تعبا اليوم 11-16 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الشدي. بالنسبة لبرج الشدي، نهار بيسلي كتير، نهار حلو، نهار مفيد، ونهار بيسمح لمولود برج الشدي انه فعلا يعرف مين معه ومين ضده. يعني اليوم هو هذا النهار يلي بتقدر تعرف صديقك من عدوك فعلا. الجو مهم لرفع قضية او للدفاع عن اي قضية بهمك امره. والاوفر حظا نسبيا 5-10 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو.
مولود برج الدلو الجو بعده مثل امبارح دسم وغني بفرصة ثمينة، حتى ولو يمكن اضطريت تقعد أمام لجنة معينة لمساءلة أو اللي يمكن حتى لامتحان. خليك مضبط، كن واثق من نفسك ومن المعطيات اللي عندك إياها، وبتشوف أنه فعلا نجمك لامع جدا. والأكثر حظا رح بيكون مولود 1 ل 13 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت. مولود برج الحوت نهار ميسر جدا، هيدا نهار بتطلع فيه من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الأكبر، هنالك انتشار، هنالك نجاح، هنالك فرصة ثمينة لحتى تعيش تجربة جديدة، فما تخاف، قوي قلبك، حط هدف قدامك لتقدر توصل له، نهار مميز لحتى تروج لمسائلك، نهار جيد لحتى تطرح فكرة وتدافع عنها، والأكثر حظا 12 ل 14 أذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة واعدة بعمل جديد أو بتغيير بموقع العمل، هيدي سنة أيضا بتطلب منك أنك تهتم بأمورك الصحية وما تهملها. حزيران، يونيو، أكتوبر، تشرين الأول، ثم شباط، فبراير، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.